وبركاته. مشاهدينا الكرام، عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اليوم. نسأل الله تعالى المسيرة على نهجه الذي هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لاتباع خطاه إن شاء الله تعالى. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم، بارك الله بكم. موفقين إن شاء الله. إذن على بركة الله نبدأ. مشاهدنا الكريم، راح يكون لحضرتك مجال الاتصال والمشاركة بعد 13 دقيقة، بعد 13 دقيقة من الآن إن شاء الله تعالى، من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. الآن نبدأ مع التأمل القرآني المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العلي العظيم. تفضل سيد. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال هناك شبه معاقدة ومعاملة بين الله وبين الخلق. الله يعامل العباد، الله يعامل العباد على أنه لكم هذا وعليكم هذا ولي هذا وعلي هذا، يعني ما على الله سبحانه وتعالى في قباله على الخلق. ولذلك لما يعبر عن مسألة الجهاد وأن الناس يضحون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، يعبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أحسنتم، اشترى يعني كان معاملة. فلذلك نحن في معاقدة مع الله. لذلك رب العالمين في آية يقول أنه في عالم الميثاق وعالم الذر، عالم الميثاق، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، رجعتك خليفة. بعدين بمجرد أن رجعك خليفة قال يا جماعة ترى أنا بطريقة رسول الله وبشرع الله أشتغل، مو على سنة فلان ولا على ها، وأطلق النساء يعني هالشكل، الأموال كذا، تدري صارت حسب تعبيرنا فرهود. نعم. فرهود بكل معنى الكلمة. وإذا تردون في اليوم نستعرض أنه شنو الفرهود اللي صار في زمن بني أمية انصافا، فالشيء عجيب غريب. زين، هذا أرجع جماعة تمردوا شافوا هذا، هذا قال والله يروح العمرة، هذا قال كذا، قال لا أنتم ما تردون العمرة، الغدرة. أحسنتم، أنتم جايين تردون الغدرة وأنا أدري تو إيش جاي كذا، ما خليته، حاربته في جمل وفي صفين، وبعدين صفين تقسمت الأمة صار مونانا نهروان، بعد ذلك تجون تكفروه، تعال توب إلى الله. يا جماعة أنا توب إلى الله، أنا أقدمكم إيمانا، أنا أتوب إلى الله. إيه تعال توب إلى الله، وبعدين هم تقتلوه بعنوان أنه كافر. هذه المظلومية التي في الواقع لا مثيل لها أبدا إنصافا، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل الآن اللي يسمعوني والذي يصل إليهم كلامي بعد ذلك والذي سينقل إليهم كلامي بعد ذلك، على أنه كل المثقفين العلماء المتوجهين الشباب الأكاديميين المتفهمين سواء كانوا شيعة أو سنة أو مسلمين، هذه سيأتي يوم من الأيام تسألون، وقفوهم أنهم شنو؟ مسؤولون. تسألون عما ورد وعما جاء وعما وصل إليكم، وهذه لابد أن نراجع أنفسنا. والله سيدنا أنا انشأت بهالطريقة هذه، فعد أنا شو أسوي؟ أنا مجتمعي كان هالشكل، أنا صوفي، أنا كذا، أنا مدري إيش، فأنا سلفي. أخي الكريم، أنت لست محكوماً بما تلقيت من المحيط والبيئة. نعم. بل أنت مسؤول عن فكرك، مسؤول عن عملك، ولا تستطيع أن تقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، منطق مرفوض بالقرآن. نعم. ماكو ما وجدنا آباءنا، حتى اللي سار على الطريق الصحيح سيدنا لازم هو يراجع حبيبي. حتى الآن حتى الشيعة الله يحفظهم، أنه يا جماعة تعالوا افهموا القضايا بشكل صحيح.
ما آتاكم الرسول شنو اللي آتانا، ما نهى عنه الرسول شنو اللي نهانا، شنو اللي كان مفروض يصير، شنو اللي صار، وين الإشكالية. هذا أمر الله، هذا أمر الله، ومن يعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى سيلقى. والآيات الجناب الأستاذ مرتضى على حال لو تسمح لي أنا أكمل الآية الأخرى، احنا توقفنا ومن أعرض يوم تنسى أحسن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هاي الآية اسمعوها أيضا، وكذلك نجزي من أسرف. تمرد عنجهية، حالة من الكذا والتمادي. من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة، دعوة صادقة في مثل هذا اليوم، يوم القدر، اليوم يوم القدر ويوم استشهاد أمير المؤمنين بطل الإسلام، تعالوا لنراجع حساباتنا لنرى على أنه نحن على أي سكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أحسنتم كثيرا سيدنا الكريم، تقبل الله. إذن مشاهدنا الكريم على بركة الله نبدأ بالانتقال إلى الفقرة الثانية ضمن برنامجنا هذا. الآن نتحول إلى الاتصالات ومشاركات حضراتكم وطرح أسئلتكم، وسيجيب عليها إن شاء الله، سيجيب عنها إن شاء الله سماحة السيد رشيد الحسيني في الدقائق المتبقية من البرنامج. على بركة الله الاتصال يكون من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومن خلال تطبيق المجيب اللي موجود أيضا الكود الخاص به أسفل يمين الشاشة بإمكانك أن تمرر كاميرا الموبايل على هذا الكود. أول المتصلين الأخ أبو ماجد. أخي الكريم تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعين، حياكم الله أخي الكريم أبو ماجد. سيدنا سؤال، بس علي لي صوتك أبو ماجد، صوتك مو كلش واضح. سيدنا. نعم. سؤال. نعم. بخصوص مثل آخر حاجة للدولة وأكثر منها بس عملية الدولة أخذها من الدولة، هي من الدولة للدولة. لحظة أبو ماجد إذا تسمح لي، علي صوتك. علي صوتك وخلي صوتك يكون واضح، لأنه صوتك من بلشت بالسؤال راح عنه. شيء من الدولة شنو قلت؟ نعم الآن زين تفضل. سيدنا، عندنا مثلا المبارز الجرمية نسميها عندنا بداخل المركز. نعم. المسؤول يقول لك انطلع من هذا المكان لهذا المكان. نعم. هو لا ينطيك فلوس يعني، ويقول لك تصرف عليها من جيبك من راتبك، يعني انت اكو شغلات مستهلكة. نعم. تقدر تبيعها وتدفع عن مثلا للكرين اللي ينقل الشغلات هاي. واضح تقريبا فهمت السؤال. انا شوف راح اقول لك اياه اذا كان السؤال صح لو لا. تحتاج انه تتصرف ببعض اموال المؤسسه اللي انت تشتغل بيها حتى تمشي عمل من اعمال المؤسسه نفسها. أحسن أحسن أحسن، ولكن بدون أحسن موافقه او علم المسؤول، صح؟ نعم نعم واضح. ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم، شكرا جزيلا. باموال الحكومه، تمام ان شاء الله السؤال صار واضح. اخت جنات، اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار عند السيد. نعم يسمعكم السيد إن شاء الله، تفضل. سيد، أنا البارحة صار خلاف بيني وبين زوجي، وأنا مو زوجة القدر. قال لي ما تحييها، نحييها أنا وياك سوى يوم 23. نعم. وأنا عانيت، قال لي تحرمين علي بعد وروحي عند أهلك. أنا شلت بنتي ورحت عند أهلي. بس لحظة، انتوا تعاندتوا على شنو الموضوع؟ ليلة القدر نحييه ليلة 23؟ لا انا ما احييه 23، كلام ما ادري عنه. واضح. انا حييتها، قال لي اذا تحييها تحرمين علي، يعني ياخذني روح البيت اهله. ان شاء الله تسمعين الجواب اختي الكريمه، ان شاء الله. راحت بيت اهلك شنو الان؟ زعلتي ورحتي خلاص؟ اي، قال لي روح لاهلك، انا شلت بنتي ورحت لاهلي. وهذا صحيح يعني انت عفوا بنتي تسمعيني؟ أي شيء. هذا صحيح أي يعني أنت الآن على قضية والله نحيي لو ما نحيي تجين أنت تزعلين زوجك وتسببي المشكلة، وهل من الصحيح عن زوجك يصر على قضية ويصير زعل بهالطريقة هذه؟ يعني هذا صحيح هذا؟
لا أبو سيد مو صحيح، بس أنا متعلمة عند أهلي يعني أحيي هاي الليلات، يعني أحييه ما أفرط بيها. يعني متعلمة يعني شنو؟ حتى لو زوجك ما يقبل؟ مو صحيح هذا بنتي، هو هذا مو أدري صحيح. مو صحيح، بس أنا يعني أرضي رب العالمين، هو المهم رب العالمين راضي عني. لا رب العالمين ما يرضى عليك لان طالعه من البيت بدون اذن زوجك، رب العالمين يرضى عليك. هو قال لي روح البيت اهلي، شلت بنتي ورحت. لا بعد الزعل طبعا، بعد الزعل قال لك قومي روحي. ليش انت تغلطين بنتي؟ انت بنتي شوي اسمع الكلام، والله لان انا لازم اروح بيت اهلي، واذا ما اروح بيت اهلي انا ما اتاذى واخالف زوجي حتى لو كان يقول لي يلا بعد انت تحرمين علي. هذا صحيح بابا؟ صحيح هذا الكلام؟ لا لا مو صحيح، انا هسه ما متندمه، بس اقول يعني انا حرمت علي نهائي. الا شنو الصراحه جاوبك انا بنتي، ولكن الان شيلي التليفون، الان شيلي التليفون، قولي لي انا اسفه جدا واقبل ايدك ورجعي بابا. مو صحيح هذا، مو صحيح بنتي. شكرا جزيلا الاخت جنات، تحياتنا لها، وشكرا سيدنا على المداخله. مرات الامور واحد يقدر بالتي هي احسن يحكيها سيدي. يا شيخ ما تسوى قضايا جدا بين قوسين تافهه انا اجي اهدد حياتي وحياة زوجي وبنتي. يا بشنو أنا لازم أروح أحيي بيت أمي؟ لا ترحي تحيين بيت أمي. آه يعني هي شرط الإحياء في بيت أهلي. أنا بيت أهلي لازم أروح، أنا بيت أهلي أنا متعلمة وأنا كذا. بابا تنازلوا شوي، ما يصير هاي حياة. إذا أنت ما تتنازلين وهذا ما يتنازل في النهاية راح يصير ضحية، تواجه مشاكل. شكرا جزيلا سيدنا الكريم. بعدنا نستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام، عندنا رسالة صوتية نسمعها، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله. من جناكم سيدنا، أنا ما عندي سؤال لكن عندي طلب وعندي رجاء من جناكم. أنا في مشكلة وفي شدة، بس رب العالمين يعرفها شنو، لذلك أطلب من جناكم وأقسم عليكم بحق أمير المؤمنين وبحق ظل الزهراء وبحق نحر الحسين عليكم سيدنا، أريد تدعو لي. كل شيء ما أريد، كل شيء ما أريد، بس أريد هداية لبنتي، بس أريد تدعو رب العالمين يهدي بنتي. الله يرضى عليكم. شكرا جزيلا للأخت الكريمة على اتصالها، وهي حاملة هم بنتها وتطلب من السيد الدعاء لبنتها إن شاء الله السيد ما يقصر وياها. نكمل وياكم مشاهدنا الكريم، بإمكانك أن تتصل من خلال الأرقام الظاهرة أو على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأن تطرح سؤالك أو مداخلتك أو استفسارك، وإن شاء الله تسمع الإجابة على هذه التفاصيل جميعا، أو من خلال رسائل صوتية أو من خلال تطبيق المجيب. طيب عندنا مشاركة أخرى نسمعها، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا أبو مثنى من البصرة، عظم الله أجركم في استشهاد الإمام علي عليه السلام. سيدنا عندي استفسار بسيط، إذا كنت متوضي أريد أصلي وطلع ريح مني، هل أروح للتواليت أشطف وبعدين أتوضأ لو أعيد الوضوء فقط؟ وشكرا. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. أعيد فقط أم أشطف أيضا؟ إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا الأخ الكريم أبو مثنى من البصرة. عندنا اتصال آخر أو رسالة صوتية اسمعها. سيدنا العزيز، يصير أخلي القرآن مفتوح من الموبايل على مثلا هذا قلاص المي، يعني مثلا نقرأ بالروايات، نقرأ يعني مثلا سورة البقرة ما شيء، وهاي تاخذ وقت طويل يعني تريد فراغه، فيصير نخلي التليفون يقرأ قرآن يعني ننزل سورة نريدها ونخليه يقرأ على هذا قلاص أو بطل الماء، يصير يعني نخلي التليفون لو إلا إحنا نقرأ. رحم الله والديكم. واضح سؤاله. تحياتنا إلى وشكرا جزيلا. كأنه أسهل الموضوع وأسرع حمات سيدنا أحيانا. أم علي أختي الكريمة تفضلي. ألو ألو تفضلي أختي. سيد انا يعني بس الصوت، الصوت يا جماعه الصوت، الصوت ما مو واضح ابد. ام علي، ام علي صوتك مو واضح، كل شيء ما سمعنا من سؤالك، ممكن تعيديه مره ثانيه بلا صوت؟ يعني المشاكل بيني وبين زوجي، يعني اقول لك تحرم علي
أول يتزوج هام ودوم مشاكل ودوم مشاكل، أقول أنت تفهم علي بعد. مشاكل بين حضرتك وبين الزوج وبين الزوجة. إذا تزوج عليها تقول لا تتحرم علي إذا تزوجت. فتقول تحرم علي. ألو. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. علي إذا تزوجت. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم علي، تحياتنا لها. نأخذ اتصال أو رسالة صوتية نسمعها سوية. السلام عليكم. عليكم سيدنا. عندنا خمس احنا طلعناه، بس يجوز يصير يعني نخلي زيادة عليه؟ خلصت بإشكال وشكرا. نضيف عليه. واضح. لا واضح الرسالة الصوتية. سيدنا يردون يضيفون المال فوق الخمس. تحياتنا لصاحبة الرسالة الأخت الكريمة وشكرا جزيلا على طرح هذه الرسالة. نسمع مشاركة أخرى. السلام عليكم سيد رمضان كريم. سيد أنا أرملة وعندي طفل. سؤالي هل يجوز التصرف بأموال اليتيم؟ يعني بس أصرفهم عليه هو على ابني مو علي على نفسي، أصرفهم عليه مثلا ملابس هيجي، هل يحق لي؟ إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي الكريمة، وتحياتنا وشكرا على طرح السؤال. إذن متواصلين وياك مشاهدنا الكريم في استقبال الأسئلة وطرحها على سماحة السيد إن شاء الله، وستكون الإجابة بالمرحلة اللاحقة بعد قليل، بعد دقائق قليلة من الآن، ويكون الاتصال من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو من خلال تطبيق المجيب اللي موجود الكود الخاص به في أقصى يمين أو أسفل يمين الشاشة. نأخذ مشاركة أخرى، رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم مولانا، الله يساعدك مولاني. أنا صلولي صوت أصلي وأصوم يعني من كنت صغيرة، والدي علمني حتى من تزوجت بالبداية كان زوجي وسألنا عليه يصلي وصوم، بس بعدين شوي شوي بدأ يتقطع الصلاة دائما. أنا حتى والحين هسه صارنا 14 سنة إحنا متزوجين، وولدي صاروا بطولي عمرهم 14 سنة، عندي 3 ولد يعني يصلون ويصومون يعني تربيته، بس هو رجلي لا يصلي لا يصوم، يعني هسه قوة أجيبه للطريق ويرجعه حتى يشرب. تعبت من عندي، تعبت كلش، ما أدري أنا بات أسمع لي المحاضرات وهاي، يكون حرام اللي يصلي ما يصلي ينطي كلاس ماي، لأن هو زوجي ما نقدر، أنا ما أريد أهدم بيتي، لأن عندي ولد وين أروح. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا لها. نأخذ اتصال من الأخ الكريم أبو سجاد. تفضل أبو سجاد. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. لنا ولكم إن شاء الله، الله يحفظكم. استردح شوي سيدي والله. يسمعك سيد عزيز، تفضل. والله جريح، أنا جريح من 2019. نعم. وحاليا مقعد على كرسي متحرك. نعم. وريد يدعي لي بالشفاء والله، عند ابو الحسن علي. ان شاء الله، ان شاء الله يدعو لك السيد بالشفاء. الله يحفظكم ان شاء الله. تحياتي. الله يسلمك. يعني انت جريح، جريح بالقوات المسلحه العراقيه؟ الله يسلمك ان شاء الله. الله جريح بالجيش، بالجيش العراقي. بالجيش. ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم سيد موسى، تحياتي. ويمن عليك بالسلامه والعافيه يا رب، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من المشاركات اخواني الكرام، ونبلش على بركه الله بالاجابه على الاسئله. بدايه كان عندنا سؤال من الاخ ابو ماجد سيدنا، اللي يقول مرات يعني حتى ما نصرف من جيبنا يعني نتصرف باموال الحكومه نفسها حتى نمشي شيء مرتبط بالعمل مال دائره نفسها بدون موافقه او علم المسؤول. يعني في واقع الحال هذه ضمن المشاكل اللي يعانوها الموظفين، يقول المسؤول الإدارة يقول نريد فلان شيء. نعم. زين اعطونا من مخصصاتكم نثرياتكم، يقول لا من جيبك الخاص. يقول انا من وين اجيب من جيبي الخاص؟ هذا ما صار يعني بالعالم ان واحد موظف يصرف من جيب الخاص على شؤون العمل. نعم. هذا على حال في مشاكل، بس انا ما ادخل فيها، اكو مشاكل في إدارة المال عموما في مؤسسات الدولة. فيقول أنا شو أسوي سيدنا، أكو أشياء
متهالكة ومصروف عنها النظر وتسمى بالأمور التي هي في واقع الحال معرض عنها منبوذة يعني. نعم. فيقول يصح لي أنه أنا هذه أجي أبيعها ونفس الأموال أجي أصرفها؟ لا إشكال في ذلك إذا كما تقول يعني. إذا كان الأمر كما تقول أنه أشياء مثلا مكيف خربان ذابي أو مثلا فلان شيء نابذي أو كذا تحت الشمس ومهمل خشب حديد كذا، يقول أنا هذه أبيعها بعنوان سكراب وأشتري حاجة اللي بحاجة، لا إشكال في ذلك إذا كان بهذا النوع. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الموضوع صار واضح. الأخ أبو ماجد، الأخت جنات سيدنا اللي حضرتك داخلتها أمورها مرتبطة بزعلتها من بيت زوجها وقايل لها تحرمين علي إذا رحت البيت أهلك وهي راحت البيت أهلها. أي هذا السجال والعناد اللي يصير بين الزوج والزوجة على قضايا لا قيمة لها أصلا، هذا في الواقع يحز في القلب يعني. أنا ما قدرت أسكت يعني، لازم أداخل أقول بابا ليش هالشكل، أنت على أساس ترحين تحيين العبادة وتحيين ليلة القدر، تحيين ليلة القدر بطاعة الله أو تحيين ليلة القدر بمعصية الله؟ جواب يقول لا، أريد أحيي ليلة القدر بطاعة الله. وطاعة الله أن تسمعي كلام زوجك، زوجك ولي أمرك. يقولش ما أريد تطلعين بيت، خلص ما يجوز يعني، شرعا ما يجوز. أسألي كل الفقهاء، لا يجوز الزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها. فأنت سويتي أمس طلعتي رحت بيت والدتك، يقول بك يا الله بك يا الله، وما أدري سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا مثلا يا مجير، وبعدين أنت مسببة مخالفة شرعية يعني. هذا ما ينسجم مع هذا ما ينسجم. طاعة الله لابد أن تكون ماذا؟ بعدم معصيته. وكم أقول تقول لا يطاع الله من حيث يعصى، يعني ما أقدر أطيع الله من طريق العصيان، ما يصير. فأنت على حال خالفت الزوج، تقول أنا متعودة كذا، بابا هالعادة والتعود وأنا أحب ماذا كذا، خليها هذا ضمن شنو؟ ضمن رغبة الزوج ورغبتك، حتى لا يصير كما صار أمس، روحي أنت حرمتي عليه. طبعا أنت ما حرمتي عليه، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، لأنه أنت حرمتي عليه، هذا ليس لا كلام شرعي ولا قانوني ولا مؤثر أصلا من ناحية الشرعية. أنت زوجته وقلت الآن تصلي عليه وقولي له أنا آسفة جدا وأنا أعتذر وأقبل إيدك، وأنا على حال سألت الجماعة وأنت متدينة، لذلك اتصلتي وقلتي سيد شنو اللي أسوي، أحسنتي فيك، والآن أنت تتصلين عليه وترجعين البيت وإن شاء الله تقعدون تفطرون مع بعض، واضح بنتي؟ أحسنت، موفق إن شاء الله سيدنا، شكرا جزيلا. رسالة صوتية من إحدى الأخوات، هي في شدة وحسب صوتها وطريقة كلامها شدة قوية جدا يعني، الله يعينها، فتطلب الدعاء من حضرتك عند مرقد أمير يعني السلام بالهداية لبيتها يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتها ويريح بالها، راحة البال أكبر نعم الله إذا الله أنطاه لأحد، راحة البال هذا شقد واحد يرتاح إذا أنه يحس بالسعادة، اللهم أرح بالنا. وفي الآية الكريمة يريح بالهم يوم القيامة، الله يريح البال، هذه راحة البال صافا من نعم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح بالها ويقضي حاجتها، وإذا ممكن إلها يعني الأخت تقعد على السجادة تتوضأ تصلي ركعتين، تقعد على السجادة ألف مرة ألف مرة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه في الواقع لفك مشكلة عويصة، ما شاء الله ما يريده الله ولا قوة إلا بالله رب العالمين، نستنهضه وعلى حال نطلب منه على أنه بقوته وحوله أن يكشف ما بنا من هم وغم ومشكلة. ألف مرة ألف مرة ما شاء الله. ريح، هل أحتاج أن أشطف المنطقة أطهرها لو فقط أتوضع عيد وضوء؟ حبيبي خروج الريح ليس في نجاسة يعني، ما تتنجس أنت، ما بي لا بغائط ولا ببول، إنما ريح يخرج، فهذا الريح في واقع الحال لا ينجس منطقة العورة حتى تروح تطهر وتغسل، لا رأسا روح توضأ ولا إشكال في ذلك. الأخ الكريم أيضا برسالة صوتية يقول بعض الأذكار تقول نقرأ سورة معينة سيد على إناء ماء، ف
فيقول يصير بدل ما نقراها على هذا الإناء نشغل الصوت الكترونياً على الإناء. في واقع الحال حسب يعني الحمد لله أنا ذاك اليوم ما أدري هناك كان أو مكان آخر قلت هناك اكتشافات حديثة صار يوتيوب موجود أنه كيف يتأثر الماء بالكلام الطيب والكلام الحسن، وهذا اكتشاف جديد اللي هو يقول إحنا نفهم على أنه هناك تعاليم في الإسلام أن يقرأ السورة القرآنية أو بسم الله الرحمن الرحيم على الماء، هذا كم له من الأثر. طبعا أنا لست مهم ليس مهما أنه العلم الحديث يوافقني أو ما يوافقني، ولكن هذا يعزز قناعتي بديني وتعاليم الإسلام. نعم ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الكريم. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت أم علي تقول مشاكل زوجية وزوجي الآن مقبل على الزواج من أخرى، فتقول أنا قلت لها تحرم علي إذا تزوجت من غيري. شوفي أختي الكريمة، هاي كلمة يحرم علي وهو هي مثل أمي هي مثل أختي، هذا الكلام ما يأثر في العلاقة الزوجية، تبقى العلاقة الزوجية على حالها وأنت زوجته هو زوجك، ولا يجوز لك أن ماذا أن تخرجي عن طاعته. وقضية الزواج وعدم الزواج هذه ضمن حالة التفاهم فيما بينكم، إذا رجال واقع الحال بينه وبين الله يشوف أنه بحاجة إلى زوجة أخرى أو ما إلى ذلك، فأنت كوني على مستوى عالي من الوعي مستوى عالي من الفهم على أن لا تهدمي كيان بيتك وأولادك على أنه والله ما أقبل الزواج. وكلامي للأخوات الكريمات أنه أنت لما تقولين ما أقبل زوجي يتزوج وزوجك راح يتزوج وعنده مشكلة معينة، أنت في الواقع راح تفتحين على نفسك في جباب إشكال ومشكلة ما لها داعي. يعني شنو اللي تقصدي تتركيه وين ترحين بيت أهلك وبعدين عندك نية تزوجين زواج آخر؟ يعني مثلا من قال أنه يطلقك؟ فأقول الوعي والتعقل والواقعية في كثير من الأحيان هالقضايا النفسية تخففها. لست أنا ممن يشجع على هذا الأمر، ولكن أقول واجهوا القضايا بشكل صحيح. لا تأخذكم العزة بالإثم ولا تأخذكم كذا، هذا مو صحيح. طيب سيدنا، أحد الأخوة برسالة يقول أو إحدى الأخوات الخمس عزلنا يصير نضيف، إحدى الأخوات نصير نضيف فوقها مال؟ على حال خير منكم وللفقراء، ما في مشكلة. يعني أنا خمسي ألف دينار أخلي 1500، أنا خمسي 500,000 أخلي 600، ما في مشكلة، هذا على حال من عندكم تفضل، ولكن يبقى خمسكم ذاك المقدار. طيب أخت أخرى سألت، هي أرملة، تقول يصير أصرف من مال ابن اليتيم عليه هو وليس علي، يعني أتحكم أو أتصرف بالمال؟ نعم، إذا كنت أنت يعني حسب تعبيرنا قائمة بشأن هذا اليتيم والقيمومة إلك يعني من قبل جدة أو الحاكم الشرعي، لأن هذه قيمومة اليتيم تحتاج إلى مجوز شرعي. خلينا نوضحها سيدنا. شوفي اليتيم ما عنده أحد، يعني والده كان ولي وراح، جدة أبو أبوه، إذا أبو أبوها ما عنده فمن وليه؟ هنا يعني اللي يصرف عليه أحسن اللي يصرف إلى شؤونه ومصالحه، شؤون واحد يراعيه، يرجعون فيها علما للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقول هذه أمه باعتبار أقرب الناس إليه وإحنا نثق بها، فنجعلها شنو تكون القيمومة بيدها. فأنت يا أم فلان أنت صرفي عليه وبما هو مصلحته، مو تشتري لأشياء تافهة اللي ما لها داعي، لأن باكر راح يحاسبك يقول ماما ليش اشتريتي فلان قضية وتلفتي أموالي. يعني إذا كبر يقول أنت أموالي وين وديتيها؟ لما تقول ماما أنا اشتريت لك فلان شيء فلان شيء، هذا كنت تحتاج بالمدرسة ما أدري محفظة جنطة كذا، هذه مصالح. نعم، تصرف في مصالح اليتيم فيما هو في مصلحته، مو قضايا اللي هي حسب تعبير نوع من الإتلاف. طيب الله يبارك فيها إن شاء الله تعالى ويعينها ويساعدها، وهي هي أمرها، هي أمرها، اللهم هي أمرها وافتح عليها على أن ترى. يعني أنا قناعتي أن الأرامل ما لازم يتعطلا، ما لازم يقول خلاص أنا أكبر هالولد وخلاص، لا أنت شابة
إذا أجاك ابن حلال وخوش ولد ابدأي حياة أخرى. وكم في الإسلام وتاريخ الإسلام هذا الشيء موجود. رسول الله أكثر زوجاته هن كان على حال، يعني جملة من زوجاته على حال كان متزوجات. فهذه الأمر على حال لا تسدين الباب عليك، وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى يهيئ لك زوج صالح على أن تستمري مع الحياة، ورعايتك لأهل الوالد تكون على حالها. طيب سيدنا القائم على مال اليتيم يحق له أن يستثمر في مال اليتيم ويضم الأرباح للطفل لما يكبر؟ ما كان في مصلحته يجوز. يعني نعم. اليتيم صار عنده مثلا ورث من والده، ورث من والده في 50 مليون دينار، المتولي يعني القائم على أمر اليتيم يقدر أن يستثمرها فيما هو مصلحته بتأمينات وبضمانات حتى لا يكون نوع من التهور ونوع من المغامرة في أمواله. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة المتألمة اللي أرسلت برسالة صوتية، زوجها يقطع الصلاة وصار 14 سنة هم متزوجين، يقول الحمد لله أبنائي ملتزمين، ولكن هو لحد الآن لا يصلي ولا يصوم بل وحتى يشرب الخمر. فتقول أنا سامعة أنه ما يصير واحد يتعامل مع تارك الصلاة بالخير ويقدم له حتى قلاص الماء. سبحان الله، أنا كم محاضرة كان عندي أنه أساس التربية هي الأم، وكان عندي محاضرات يعني في هذا المجال أنه الأم إذا صلحت صلح المجتمع، الأم إذا صلحت صلح المجتمع، والأم إذا فسدت فسد المجتمع. هذه الأخت تعزز هاي الفكرة اللي هي فكرة صافا حقيقية، أنه الأم هي أساس التربية مو الأب. الأب إشراف وكذا وهيمنة وإدارة، الأم هي اللي تربيهم على طاعة الله، على خوف الله، على أنه الحجاب والنظافة هذه الأم. فالله يبارك فيك يا أختي الكريمة. أنا ما أنصح أن حسب تعبيري وأنا أحب بيتي وما أريد أفلش بيتي، أنا ما أنصح أنه أنت طلبين الطلاق وتفلشين بيتك، لا. ولكن قولي له أنا لما أخدمك، لأنه أنت إذا ما أخدمك تسبب مشكلة لأولادي وعائلتي والبيت، أنا من باب الاضطرار أخدمك. ممكن هاي الكلمة أيضا سيدنا تسبب مشكلة، ما يخالف. قولي له من باب الاضطرار أنا أخدمك، وإلا أنت عاصي، أنت عايف الله، عايف رسول الله، عايف الإسلام، وما يجوز أنا أقدم لك مي بس شو أسوي، أنا مضطرة حتى أحافظ على بيتي وعيالي وكذا. اشعري بأنت ممتعبة، أولادي يشعروا بأن هذا أسلوبه مرفوض وطريقته مرفوضة، اشعروه بأنه ليس مرضيا عنه. هذا الشعور لازم يصير، مو هلا بابا حبيبي بابا كذا، لا حبيبي بابا ولا هلا بابا، ولكن احترام طبعا لازم يكون احترام، وعدم شنو عدم الجسارة، ولكن ليكون احتفاء واستقبال ومودة بهذا المعنى. طيب أبو سجاد سيدنا جريح من 2019 هو بالجيش العراقي وحاليا مقعد ويطلب من حضرتك الدعاء، فلا تنسه في دعائك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ومعرف واعلم أنه رب العالمين كما قلت في بداية كلامي، رب العالمين في معامل مع عبده، شقد يقدم عبده رب العالمين ماذا يقدم، شقد عبده يضحي رب العالمين يهيئ له. اعلم أنه أنت في حالتي، هذه الحالة اللي أنت فيها على العربة ومتأذي ومشلول، اعرف أنه أنت كل لحظة من لحظات معاناتك وكل لحظة من لحظات أذيتك وعذاباتك هي طاعة، هي ثواب، هي درجة، هي مرتبة. وصدقني يا أبو سجاد، أبو سجاد اسمه، شوف حبيبي أبو سجاد، عندنا رواية عجيبة، روايات عجيبة، أن يوم القيامة الإنسان من يشوف، سمعوا شباب أنا صايم وأتكلم، هذا يعني روايات مؤكدة مو أنه من جيبي الخاص، لا. يوم القيامة الإنسان لما يشاهد منازل المرضى ومنازل المبتلين بأبدانهم، كانوا مبتلون بأبدانهم بعافيتهم بصحتهم، من يشوف منازلهم، اسمع أبو فاطمة، يقول يا رب يا ريت أنا كل حياتي كنت مريض، يا ريت يا ربي أنت ما عافيتني وشافيتني من أي مرض أنا أصبت فيه، لما يراه من المنزلة العظيمة للمبتلين. فشي عظيم صار.
فيا إخواني أيها المبتلون أيها المرضى أيها الكذا، اعرفوا أنه أنتم مذخورة لكم، مذخورة لكم مقامات، مقامات الله شاهد، وهي الحياة راح تنقضي بعد سنة 10 سنوات روح، بس هناك الحياة الخالدة. فهنيئا للمبتلين الذين في الواقع يعانون فوق معاناتكم وابتلاءاتكم مقامات ودرجات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. حسنتم سيدنا، يعني هذه الكلمة فيها تصبير للكثير من الناس اللي شاهدوا. بلا إشكال، لا أكو رواية إذا تسمع إذا على حال تطلبون أن أجيبها الرواية وأقراها وأنا قاريها، وعندي مقطع منتشر في هذا، أن ما للمريض أو أنه ما للمريض الذي دعا ولم يستجب له يوم القيامة. شوفوا المراتب. نعم، إحدى الأخوات سيدنا أرسلت رسالة صوتية تقول الناس اللي يعني هم يغتابوني وينافقون علي بقفايا، يصير أني أتكلم عن هذا الأمر بقفاهم، أقول ذولا قاعد ينافقون علي ويحشون علي، وبعدين طلبت من حضرتك توضيح للغيبة. أولا الغيبة ما هي؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، شيء اللي تذكر الآخرين بما يكرهون غيبة. أنا حتى لو أقول مثلا فلان، شوف هذا هذا فلان القصير، فلان مثلا كذائي، يتأذى. لا تقول قصير، شنو قصير مثلا يتأذى، هذا غيبة. أو أنه فلان مثلا اللي الأصلع، هذا غيبة. يقول ليش أخواني اسمي عباس، ليش تسميني ليش تقول لي أصلع؟ واضح. فهذا في واقع الحال غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا نص حديث. ها سواء كان صح خطأ، صح نذكره فيما هو موجود فيه. سيد رشيد طويل، سيد رشيد مدري كذا، هذا هذا طويل كنا مدري فلان غيبة. إذا يكره غيبة، إذا يكره، طبعا أنا ما أكره واحد يقول لي طويل، جيد. هذا أمر. الأمر الآخر أختي الكريمة، عندنا آية كريمة في القرآن، ما أدري أقرأ نصها لو مضمونها، مضمونها هذا إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. الله ما يحب واحد يجهر بسوء الآخرين إلا فيما ظلم. تقولي أنا مظلومة، فلان فلان قاعدين يحشون عليه بالمجالس، وأنا أقول يا جماعة ترى ذو يحشون عليه، ترى أنا مو هيك، فأتكلم فيما ظلمت فيه، هذا ليس حراما. الله لا يحب الجهر بالسوء ولكن إلا من ظلم. لذلك أنا أحكي على البعثيين، أحكي على الصداميين، أحكي على الظلمونة، أحكي على الجماعات اللي على حال مأذينة، أحكي. هذا ليس، ولكن شنو بيني ما بين الله أنا أكون مظلوم، مو أنه أتخيل أني مظلوم، مثل ما بعض الأخوة يجي يحكي على المسؤولين. يا أبي ليش تحكي عليه؟ لأنه ذولا باقونة. هذا الكلام إذا ماكو دليل عليه وإذا كذا، أنت ما تقدر على حال تتكلم في هذا المجال. أخ سيد موسى سيدنا عنده ضغط، ارتفاع بالضغط وصعد الضغط مالته، والدكتور قال له لازم تأخذ حباية الآن، يصير عندك انفجار ويصير عندك شلل. فيقول الآن أنا بعد هذا اليوم صرت لما أصوم أتأذى، يرتفع ضغطي وأتأذى. شوف سيدنا، إذا تقدر أنت تأخذ حباية مالتك قبل السحور أو بالسحور، يعني قبل طلوع الفجر، حتى تحافظ على وضعك، ممتاز ممتاز، يعني هم تحافظ على صحتك هم الصوم. إذا تقول لا سيدة مو بيدي أنا، أنا حتى أخذ حبابي بالليل ولكن في النهار يصير عندي ارتفاع ضغط شديد، فأنت معذور إذا هالشكل معذور، فتأخذ الأدوية وعلى حال إن شاء الله تعالى يعافيك رب العالمين. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا الكريم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات وهذا الوقت الثمين. شكرا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم وعظم الله أجوركم. لا تنسى من أوصوك بالدعاء في هذه الحلقة سيدنا، اثنين من الأخوان يعني. والله أنا البارحة كنت عند الحسين صلى الله وسلامه عليه، وتحت القبة دعوت لمن سألني الدعاء، دعوت لمن طلب مني الذرية، دعوت لكل من طلب مني قضاء الدين. الله يفتح علينا وعليكم جميعا. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا الكريم. الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكريم، لنا لقاء إن شاء الله تعالى يوم غد، لا تنسنا في دعائك هذه الليلة والليالي أيضا، ليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان. شكرا، في رعاية الله وحفظه.